الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية المباركة فيها تذكير من قبل الله تعالى للمسلمين بالحالة التي كانوا عليها والحالة التي صاروا إليها بعد أن آواهم وأيدهم ربهم بنصره ورزقهم من الطيبات. كانوا قلة وكانوا خائفين، وكانت حقوقهم مهدورة، وكانوا مهددين، فحل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى ونقلهم إلى العزة وإلى أن صاروا خير أمة، وأنزل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. في هذه الحالة يذكرهم ربهم بالحالة الماضية حتى يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى بالالتزام بمنهجه، وقل اعملوا آل داود شكرا. يستفاد من هذه الآية المباركة أمور متعددة، ولكن نعرض إلى بعضها كمدخل لحديثنا حول المرحلة الجديدة التي يعيش فيها أتباع أهل البيت عليهم السلام في هذا العالم. الآية المباركة تشير إلى أن الدنيا لا تتوقف عند حالة ولا تتجمد على مرحلة معينة، وإنما هي في حالة تبدل وتغير، لا سيما إذا سار الإنسان على نهج رب العالمين. ففي يوم كان ضعيفا لا تبقى هذه الحالة من الضعف دائمة، وإنما تتغير وتتبدل إلى قوة، من الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، و
لا سيما إذا سار على منهج الله سبحانه وتعالى. مثل هذا المعنى ينبغي أن يقاوم ما هو موجود في النفوس التي ترى أن التاريخ قد توقف، وأن المؤمنين مثلا كما يزعمون قد شاءت إرادة الله لهم أن يبقوا مظلومين ومحرومين ومتأخرين في هذه الدنيا. كلا، القرآن الكريم يتحدث عن التحولات والتبدلات والتغيرات التي تحدث في الأمم، لا سيما تلك التي تنهج المنهج الصحيح. هذا مدخل للحديث عن المرحلة التي يعيشها شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان، والتي يمكن أن نعنونها بمرحلة النهوض الشامل التي يعيشها أتباع منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في البداية لابد أن نشير إلى أننا عندما نتحدث عن هذه الطائفة وهذه الفئة لا نريد أن نتحدث حديثا طائفيا، فما أبغض الطائفية وما أكره الطائفية، وهل جنى على الأمة من انحطاط وتأخر واحتراب غير سدنة الطائفية ورجال الطائفية؟ كلا، لا نريد الحديث حديثا طائفيا، وإنما نريد معالجة لجهة من جهات العالم الإسلامي، لفئة من هذه الفئات لها تاريخ مشترك، لها ثقافة مشتركة، لها نقاط قوة مشتركة ونقاط ضعف مشتركة أيضا. وعادة في البحوث الاجتماعية لكي توجه الخطاب لابد أن تحدد المخاطب. تريد تتحدث عن مثلا خصائص العلماء، لابد أن تحدد مع من تريد أن تتكلم. نحن هنا لسنا في مقام حديث طائفي ولا فصل من هذا النوع، وإنما في صدد تحديد الفئة المخاطبة لكي نستطيع أن نتكلم معها من خلال موروثاتها ومن خلال قيمها وأفكارها. من الواضح أن المرحلة التي يعيشها شيعة أهل البيت مرحلة متميزة تشهد نهوضا في أكثر من مدى. هذه الفئة، هذه الطائفة قدمت تجربة غنية في إدارة النظام الديني للدولة العصرية الحديثة، قدمت تجربة غنية كيف يمكن لنظام ديني يقوده الفقهاء والعلماء أن يدير دولة عصرية حديثة تتعامل مع العام 2006 من دون أن تتخلى عن قيمها الدينية وأفكارها الإسلامية، وفي نفس الوقت تستطيع أن تتخاطب مع هذا العالم بكل احتياجات الدول الحديثة. هذه تجربة غنية، تجربة ثرية. لا نريد أن نقول أنها التجربة الأفضل، لكنها تجربة مهمة وجديرة بالدراسة، ويشار إليها على أنها إحدى التجارب الرائدة التي تثبت حيوية هذا المذهب الإلهي، مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكيف أنه يستطيع أن يقيم نظاما سياسيا في هذا العالم الحديث والمعاصر. أتباع أهل البيت قدموا تجربة أغنى في تقديرنا، وهو ما يحدث في العراق اليوم، تجربة نظام اجتماعي متسالم ومتشارك. كيف يعيش المسلمون على اختلاف مذاهبهم الدينية؟ كيف يعيش الناس على اختلاف قومياتهم في مكان واحد
من دون أن يعتدي حزب على حزب أو فئة على فئة. المرجعية الدينية والعلماء والمفكرون والعاملون يقدمون اليوم تجربة رائدة في هذا المجال حول النظام الاجتماعي المتسالم والمتوافق مع اختلاف توجهاته الفكرية والمذهبية والقومية، وهذه تجربة رائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدها وينصرها حتى يتغير وجه العالم. العالم الإسلامي سوف يتأثر تأثيرا كبيرا بما يحدث من نجاح هذه التجربة، سوف تغني هذه التجربة مع نجاحها التجارب الأخرى في بقية أنحاء العالم الإسلامي. هذه التجربة يقدمها أتباع أهل البيت عليهم السلام بالدرجة الأولى، ومن كان يحمل الفكر الأصيل للإسلام. قدموا تجربة رائدة في مقاومة العدو الأخطر للعرب والمسلمين إسرائيل، ولا يزالون يواجهون مع قلة العدد وفقدان الناصر، وهي تجربة حرية بالدراسة وجديرة بالتأمل. من مجمل هذه القضايا وغيرها، يشعر الكثير من المراقبين أن التشيع في مرحلة نهوض شامل وعام جديدة. هذه المرحلة الجديدة تكون قد أنهت مرحلة سابقة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أصبح اليوم لمنهج أهل البيت عليهم السلام عنوان، أصبح له ظهور، أصبح الجميع يريد أن يتعرف على هذا المنهج المغيب خلال التاريخ، وهذه مرحلة لم تكن سائدة فيما سبق. ولعلي لا أبالغ لو قلت إن هذه المرحلة وما سيتلوها من تداعيات وآثار هي من أفضل الفترات التي مرت وتمر على أتباع أهل البيت عليهم السلام. لكن السؤال، ما هي مقتضيات هذه المرحلة؟ تحتاج إلى أفكار جديدة، تحتاج إلى آليات جديدة، إلى وسائل جديدة تتناسب مع هذه المرحلة. تتصور لو أن إنسانا في هذا الزمان أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر بواسطة الخيل أو البغال أو الجمال، لأن الله قد قال في القرآن الكريم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ألا يكون موقفه هذا غريبا؟ قال له في زمن الطائرات الأسرع من الصوت أنت تركب للتنقل بغلة أو حمارا أو جملا. هذه كانت وسائل لمرحلة سابقة. الآن أنت تحتاج إلى أن تتعامل مع هذه المرحلة الجديدة بمنطقها وبوسائلها وآلياتها. فما هي مقتضيات هذه المرحلة الجديدة من أفكار وآليات ووسائل؟ نشير إلى ذلك على سبيل الاختصار. أولا، نحن نحتاج إلى تجاوز التركيز على المظلومية التاريخية التي عانى منها شيعة أهل البيت لصالح الأمل في المستقبل والدفع للبناء. واضح أن ظلامة تاريخية ومعاصرة قد لحقت بالتشيع وبأبناء المذهب في إقصاء مذهبهم، في إقصائهم، في منعهم، في حجبهم إلى غير ذلك، وهذا الأمر لا ينكره منصف. صار هناك ظلامة تاريخية للمذهب ولأتباعه في أكثر من مكان في هذا العالم الإسلامي،
وهذا صحيح، لكن السؤال هل ينبغي أن يبقى الإنسان رهين هذه الحالة؟ هل ينبغي أن يتكلس في حدودها دائما لازم يلطم على ظلامته التاريخية، أو أنه ينبغي أن يتوجه إلى أن عمل العاملين وفكر العلماء ومساهمات المؤمنين وتغير الظروف قد أدى إلى أن يصنع أتباع أهل البيت عليهم السلام واقعا جديدا في هذه الأمة لأنفسهم ولمذهبهم ولتجمعهم؟ من الواضح أن الوضع قد تغير، فلا ينبغي أن يبقى الإنسان في حالة الشعور بالظلامة. شعور بالظلامة التاريخية كان لها أثران، أثر سلبي وأثر إيجابي. الأثر الإيجابي هو أن المظلومية لما وقعت الظلامة، لما حدثت بالنسبة إلى شيعة أهل البيت، صار الألم مشترك، صار الحرمان مشترك، صار الجميع مغبون. طيب، فأحس أتباع المذهب وأبناء هذا المنهج بلزوم الوحدة النفسية والشعورية الداخلية. صار الواحد من هذه البلاد يتعاطف مع أخيه في المذهب في أقصى البلاد، لأنه يشعر بأن هذا مظلوم وذاك مظلوم، هذا محروم وذاك محروم. فصار عند أبناء المذهب في كل مكان حالة من الاشتراك في الألم، كما قال الشاعر: فقلت له إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. هذا عند نفس الألم، وذاك عند نفس الألم، وهذا عند نفس المعاناة، وذاك كذلك. فوحدهم نفسيا وشعوريا وعاطفيا. من آثار هذه الظلامة التاريخية والمعاصرة الأثر الإيجابي أنها صنعت وحدة عاطفية وشعورية بين أبناء المذهب وأتباعه. لكن حدث أيضا أثر سلبي لو استمر يتحول إلى عقدة، وهو أن إحساس الإنسان الدائم بالمظلومية يخليه خائف، يخليه منعزل، يخليه غير فاعل، وهذا يعني أنه يعطل حركة الإنسان التابع لأهل البيت عليهم السلام. ينبغي أن يفكر الإنسان في التحرر من هذا الشعور وتحويله إلى أمل في المستقبل، تحويله إلى رجاء بنصر الله، تحويله إلى أنه يتوقع فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أن ينظر إلى نصف الملآن للكأس في هذه الأيام، أن ينظر إلى الإنجازات التي يحققها هذا المنهج وأتباعه في كل مكان حتى ينطلق في البناء والتعمير والإنجاز. فأول شيء من أفكار المرحلة الجديدة أن نتجاوز التركيز على المظلومية، وأن لا نجتر الظلامة التاريخية. نقول كانت موجودة، عمل العلماء وفكر العلماء وعمل العاملين وجهد المجاهدين غير هذه المعادلة، حقق منهج أهل البيت عليهم السلام انتصارات في أكثر من مكان في هذا العالم، والطريق أمامه للمستقبل مفتوح، وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا في ذلك. هذا أول أمر. الأمر الآخر أن نتجاوز الأفكار الحمائية. شنو يعني الأفكار الحمائية؟ عادة كل مذهب أو دين عندما يبدأ بتأسيسه يصنع حول أتباعه سورا عقديا حتى يحميهم من الانفلات، وحتى يحميهم من هجوم الأعداء الفكري والثقافي. فيجي يقول مثلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
وإذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. إذا واحد من أصحاب النبي قال له: يا رسول الله، إني نظرت إلى التوراة فوجدت فيها شيئا حسنا، أريد أقراه، أطلع عليه، استفيد من عنده، يقول له: كلا لا تفعل، فوالله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لا تأخذ إلا من القرآن فكرك، الآن وقت التحصين، وقت الصيانة، وقت البناء. بل يذهب بعض علمائنا إلى أن الروايات والآيات التي استنبط منها الفقهاء حكم في نجاسة الكفار غير الكتابيين، لعل من حكمها أن تصنع عزلة شعورية بين الإنسان المسلم وبين الكفار، ليتأثر بأفكارهم، ليتأثر بنمط حياتهم، لا يأخذ قيمهم الثقافية فتأثر على ثقافته وحضارته وطريقة حياته. يقول: لا، هذا نجس لا تلبسه، هذا نجس لا تروح تتعامل وياه، انعزل عنه، حاول أن تكون يكون بينك وبينه فاصل. يذهب إلى ذلك بعض علمائنا. طبعا الآن الرأي السائد بين علمائنا المعاصرين هو طهارة الكفار من أهل الكتاب، المسيحيون المسيحيون واليهود، الرأي السائد هو الطهارة بالنسبة لهم. لكن غير أهل الكتاب من الكفار، افترض البوذيين مثلا وأمثالهم، هؤلاء الرأي السائد عند علمائنا هو النجاسة. طيب، فيصنع الدين أو المذهب سورا حول أتباعه وحول المؤمنين به، يحمي هذا السور الأتباع ويحمي المذهب، حتى إذا تمكن واستقوى وترسخت قواعده قال: تفضلوا انفتحوا على الناس، اعرضوا عليهم أفكاركم وادعوهم إليكم، وما في مانع أبدا، خلص تقر وثبت الأمر. أحيانا يصير أن بعض أرباب المذاهب، بعض علماء المذاهب، يستمر في صنع هذا السور والحالة الحمائية والدفاعية. يجيك فد واحد مثلا كما انتشر قبل فترة، أحد الخطباء من غير الشيعة صعد المنبر وبدأ يتحدث عن الأخطبوط الشيعي الذي يتمدد في العالم، وأنه دا يتمدد هنا وهناك ويغزو هنا وهناك، والعجل العجل، الغوث الغوث، وهكذا، حالة استثارة للهمم، شحذ للعواطف. قد يجيك أيضا في الطرف الآخر أيضا واحد من شيعة أهل البيت، إذا سمع فد شيء، فتوى، كتاب غير ذلك، يبدأ بالنرفزة وتتصاعد المسألة عنده. أذكر قبل 3 سنوات عندما بعض القنوات الفضائية بدأت تبث حوارات مسيئة للسنة والشيعة على حد سواء، كنا في أحد المجالس والندوات، فرأيت أحد المؤمنين في حالة يرثى لها من الخوف. يا بش عندك؟ ليش؟ قال: هذه الأفكار اللي تطرح في هالقنوات راح تزلزل عقائد الشيعة، الشباب راح ينحرفون، النساء راح تتغير أفكارهم، ما أدري كذا ايش راح يصير، انقذونا من هالشكل، خلي الحوزات تتحرك، خلي العلماء يتحركوا، حتى خلي المرجعيات تتحرك. وكان في حالة من الخوف عجيبة. قلت له: هون عليك، أي شيء ما راح يصير، لن يحدث شيء أبدا ولن يتغير شيء أبدا، لقد قال الشيعة كل ما عندهم، مو من اليوم، من مئات السنين، وقال السنة كل ما عندهم من مئات السنين، لا الشيعة صاروا سنة ولا السنة صاروا شيعة.
لا هذا كسر ذاك ولا ذاك كسر هذا. نعم يجي هنا في الأثناء أشخاص مفكرون أو أناس يبدأ ينظر في هالجهة أو في تلك الجهة، يستحسن هذا الرأي أو هذا المذهب، يصير عنده حالة انتقال عقدي فيؤمن بهذا المذهب أو ذاك المذهب. أما أن تتصور فد يوم من الأيام على أثر هذه المناقشات أو على أثر كتاب أو على أثر شريط أو على أثر كذا السنة راح يصيروا شيعة أو الشيعة راح يصيروا سنة، هذا أمر في الخيال، ما يصير. لا خوف على التشيع من التسنن، ولا خوف على التسنن من التشيع. كل فئة ركزت فكرها وعقيدتها في بحسب قدرتها على التركيز ونشطت فيه. طيب فليتصور الإنسان أنه إذا فد كتاب نشر هنا مثلا ضد التشيع، أو ما أدري كلام ظهر هناك ضد التسنن، يا أيها الناس كل فئة تجي تشهر الأسلحة واستنفر الطاقات وكل واحد يقوم من جهة حتى تبدأ الحرب. لا يا أخي، لن يحدث خطر لا على هذا المذهب ولا على ذلك المذهب. الذي نحتاج إليه هو ما قاله القرآن الكريم لتعارفوا. خلي كل واحد من عندنا يعرف الطرف الثاني، الشيعة خلي يعرفوا ماذا لدى أهل السنة، والسنة خلي يعرفوا ماذا لدى الشيعة. مو بالضرورة أن يؤمنوا به، افهمني أنا عندي فكر، عندي رأي، عندي نظرية، لم آتي من فراغ، أنا ما أدعوك لكي تقبلها، أنا أدعوك لكي تتفهمني، لكي تتعرف علي، أعرف ما لدي. المشكلة اللي صارت هي مو حالة لتعارفوا، وإنما لتتهاجموا وليبحث بعضكم عن سوءات بعض. شايف بعض الحوارات اللي تصير في هاي القنوات، كل طرف يدور وين العقدة اللي موجودة هناك، وين العورة اللي موجودة هناك، وين المشكلة اللي موجودة هناك حتى يظهرها للناس. إذا واحد من أهل هالمذهب قال كلاما ناشزا، وهذا رأيه رأي شخصي، ذاك يروح يدور هدوار حتى يطلع يقول تفضل هذا رأي الشيعة أنهم كذا وكذا يصنعون. وبالعكس إذا واحد من ذاك الطرف قال كلاما ناشزا، هذا الطرف يروح المحاور يروح يدور عليه ويطلعه حتى يشيره للناس، ترى هذا هو رأي أهل السنة. ذاك يقول هذا مو رأي أهل السنة، وهذا يقول أيضا هذا مو رأي الشيعة. فهذه ليست لتعارفوا. أنت الآن إذا أردت أن تتعرف على شخص ماذا تصنع؟ تروح تدور ذنوبه وتدور سوءته وتدور عورته، لو تروح تدور الأشياء المشتركة بينك وبينه. إحنا لازم إذا أردنا أن نتحرك نتحرك على أساس لتعارفوا، وينتهي إلى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. ما أكثر المشتركات بيننا المسلمين، ما أكثر المسائل الاتفاقية. طيب مما يؤسف له أن بيانا مهما صدر عن مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة، وهذه من نفحات الله سبحانه وتعالى وهداية ذلك المكان، رؤساء العالم الإسلامي كلهم اجتمعوا في مكة قبل عدة أشهر من هذا التاريخ وأصدروا بيان مع الأسف لم يعطى حقه من العناية في الإعلام الإسلامي. قرروا هناك أن أبناء المذاهب الإسلامية السنية الأربعة والإمامية الاثني عشرية والأباضية والزيدية هم مسلمون موحدون، يجمعهم لواء الإسلام وتتكافأ أموالهم ودماؤهم وهم يد واحدة على من عداهم. كل
رؤساء والقادة المسلمين الذين كانوا في ذلك الموقع وقعوا عليه لتعارفوا مثل هذا ينفع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هنا ينفع، هذه كلمة سواء. أفرض أنه ما وصلنا إلى كلمة سواء أصلا، ما عندنا مشترك، لو فرضنا أنه ما عندنا مشترك وهذا محال، هناك مشترك يضمنا وهو الأمة وهو الوطن، فخل نجتمع على الأقل على المواطنة، خل نجتمع على كوننا أبناء أمة، جنس واحد، قومية واحدة، هذا كما يقولون آخر الدواء، وإلا المشتركات كما قلنا هي كثيرة جدا. فإذا نحن نحتاج إلى تجاوز هذه الحالة من الأفكار الحمائية النابعة من موقف انفعالي. أحيانا هاي الأفكار الحمائية حتى إذا ظهر كلام في داخل المذهب الواحد أيضا تشرع الحراب وتعلو الأصوات، يا أبا فلان قال حكاية من الحكاية، مشتبه، مصيب، غير ذلك. قسم من الناس يقول لك خلاص تهدمت قواعد التشيع، عفية على هذا مذهب اللي صار له 14 قرن من الزمان ينحت فيه الأعداء نحتا، ومع ذلك لم تهتز شعرة من عنده، فده حكاية قالها واحد أو أكثر في هالمذهب اهتزت قوائمه واختربت قواعده. طيب هاي الأفكار لا شك أنها تصنع آثارا سلبية، نعم، على الإنسان أن يكون غيورا على مذهبه دائما، مو لأن فلان قال حكاية، مو لأن الطرف الآخر تحداني، لا، أنا أجد مسؤوليتي دائما أن أكون مدافعا عن هذا المذهب وداعيا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ما أحتاج إلى واحد يجي يستفزني حتى أنا أصير متحمس لهذا المذهب أو هذا المنهج. طيب هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وننهي به حديثنا، علينا أن نفكر كأتباع لأهل البيت في آليات لصناعة المستقبل. أكو قسم من الناس لا يزالون يعيشون معارك الماضي والتراث، قضايا صار لها 500 سنة، 1000 سنة، 1400 سنة، وهم لا يزالون في صراع، لا يخرجون من معركة فيها إلا ليدخلوا في معركة أخرى. يا أخي اليوم أكو هناك معارك حاضرة ومعارك للمستقبل، خلي قوتك الفكرية، خلي قوتك الاقتصادية، خلي جهدك وإدارتك لمثل هذه المعارك، معارك البناء. الأمة تحتاج من عندك إلى تفكير، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مال، خلي فكرك في معركة المستقبل، كيف تصنع مستقبل هذه الأمة وهذا المجتمع وهذا المنهج الرسالي لأهل البيت عليهم السلام. ربما في الفترات السابقة مثلا واحد يتعلل بأنه أنا ما يسمحون إلي، اليوم الظروف تغيرت وتبدلت وأصبح الإنسان ابن العالم بوسائله لا ابن منطقته. السابق يقول لك مثلا أنا ما يخلوني باعتبار أني من أتباع هالمنهج، الجماعة الفلانية لا يسمحون لي بالنمو الاقتصادي، ما يعطوني رخصة، يمنعوني من كذا. زين تعال استخدم اليوم التجارة الإلكترونية، يقولون التجارة الإلكترونية اليوم في العالم أعظم نسبة تمثلها من كل تجارة الدنيا، يعني أكبر من تجارة البترول، أكبر من تجارة الألماس، أكبر من تجارة الذهب، التجارة الإلكترونية. يعني أنت قاعد في مكانك ما قدامك إلا كمبيوتر وإنترنت وتتاجر وتنمي ثروتك الاقتصادية، لا تحتاج إلى رخصة من أحد ولا إلى سماح من أحد آخر، لا تقول هذا يمنعني ولا هذا يسمح لي، اسلك طريق المستقبل. في يوم من الأيام
في بعض البلاد الإسلامية كان الواحد يجهد حتى يحصل على كتاب يوصله إلى، وهذا هالمرة يهرب الكتاب، مرة تفلح مرة تخيب، مرة يسجنوه مرة يعطي فلوس مرة كذا. اليوم بعد ما عادت مثل هذه الأمور تحتاج إلى إذن. النشر الإلكتروني اليوم، الفضائيات والإنترنت أصبحت توصل فكرة الإنسان ورأي الإنسان وعقيدة الإنسان إلى أقصى بلاد الدنيا، هازئة بالجمارك وبوزارات الإعلام وبغير ذلك ممن كان يمنع الكتاب وغيره. فخليك تستفيد من مثل هذه الإمكانات. نحن نحتاج إلى أن نفكر كيف نصنع المستقبل وألا نستوعب في معارك الماضي. مشكلة قسم من المسلمين أنهم أمة تراثية، أمة ماضوية، أمة في السابق، تعيش في الماضي وتتعارك على الماضي وتعيش معادلات الماضي، مع أن الذي يصنع إنما يصنع عندما يتحرك في المستقبل ولأجل المستقبل. في هذا الطريق أيضا لازم نفكر في الجديد، في الحديث. لنوقف كما تفعل بعض المجتمعات، تقف فد موقف سلبي تجاه كل جديد، فكرة جديدة ضدها، أسلوب جديد ضده، عمل جديد ضده. ليش؟ لأنه جديد. وآخر الأمر تضطر إلى أنه لازم ترضخ إليه. أجيب لك أمثلة. يوم إجى التعليم الرسمي في البلاد الإسلامية غالبا قبل 60 سنة، أكثر الناس انطلقوا من منطلق يتصورونه دينيا فرفضوا التعليم الرسمي. كان الواحد المتدين ما يودي ابنه أو بنته إلى الدراسة الرسمية، صحيح هذا ولا؟ وإذا يوديها يوديها بالخفاء، لا حد يدري عنه أن فلان المؤمن اللي يصلي جماعة مودي ابنه أو بنته إلى التعليم الرسمي. اليوم إذا واحد من المؤمنين يأخر ابنه أو بنته سنة عن الدراسة، ماذا يقال عنه؟ يقال مقصر في حق ابنائه. زين، وش اللي تغير؟ هو نفس التعليم الرسمي ونفس هذا المتدين، بس كان هناك في ذاك الوقت رفض للجديد بما هو جديد، طيب، من دون تفكير في أن هذا الجديد يحمل إيجابيات وأنه لا مانع من لا ضرر فيه، بس لأنه جديد تم التوقف عنده. لما إجا الراديو في البداية صار رفض إليه، لما إجا التلفزيون في البداية صار رفض إليه، لما إجا الفضائيات صار رفض إليه، لما إجا الإنترنت صار رفض إليه، بعدين تم التنازل تدريجيا إلى كل هذه الأمور. العمل في دوائر الحكومات الرسمية أول ما صار حرام وما يجوز، وأي واحد اللي يدخل كذا وكذا. طيب، مو بالضرورة كان هذا خاضع لموقف ديني حقيقي، ربما نوع من التبرير لجهة دينية أو غير ذلك، أو فهم خاطئ لوضع ديني من قبل بعض المجتمعات المتدينة. أذكر حادثة ينقلها الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات من تاريخ العراق الحديث، وهو باحث اجتماعي. هاي الحادثة تشير إلى هالمعنى. يقول لما البريطانيون أرادوا أن يتركوا العراق ويسلموه ولو بصورة ظاهرية إلى الملوك الهاشميين، أرادوا أن يكون اللي يتولوا الإدارات والمؤسسات الحكومية عندهم نوع من التعادل، يعني هم يكونوا من السنة موجودين، من الشيعة موجودين، حتى لا تشعر فئة بالحرمان ولا تتقوى فئة وباكر تواجههم. طيب، فسووا دعوة، طبيعي أبناء السنة جاءوا وسجلوا أسماءهم ودخلوا في الإدارات وفي المؤسسات وفي الوزارات وإلى آخره. الشيعة تأخروا، قال فتتساءلوا ليش؟ قالوا لأن الشيعة يلتزمون بآراء المراجع الدينيين، فأنت لازم تروح تقنع بعض المراجع الدينيين بأنه لا يمانعون في أن يتحرك الشيعة بهذا الاتجاه.
يقول شفت واحد من كبار العلماء في بغداد اللي إله نفوذ وسيطرة وموقع بين الناس، فطلبت لقائه المندوب السامي البريطاني يطلب لقاء واحد من علماء الدين الكبار في بغداد حتى يفهمه الفكرة، يقول له احنا راح نسلم هذه الادارات الى العراقيين، ومن المناسب ان الشيعة ايضا يدخلوا مثل ما السنة يدخلون، يحدث نوع من التوازن. قل رفض هذا العالم ان يقابل المندوب البريطاني، هذا فد موقف. فواحد اقترح عليه قال له هذا العالم عندما يذهب إلى الحرم، حرم الإمام الكاظم عليه السلام، إلى صلاة الظهر يمر من الطريق الفلاني، فأنت في الطريق تلاقى وياه واحكي له حكايتك حتى يأيد هذا الكلام. قل بالفعل راح إلى، لما وصل المكان المعين إجا إلى هذا المندوب بسرعة، مندوب دولة كبرى عظمى في ذلك الوقت محتلة، بس يضطر إلى مثل هذا نظرا لقوة هذا العالم. فيقول إجيت إلى، قلت له السلام عليكم مولانا، قبل ما أبدأ الكلام ماله خلى عبايته على أمامته الشكل وغطى وجهه وأسرع بالمشي ولم يسمع مني كلمة واحدة. يقول النتيجة أن الشيعة توقفوا عن الدخول في الإدارات ولم يتحركوا فيها، وكانت نتيجة ذلك أن بقي الشيعة بعيدين عن المناصب والمواقع والحقوق إلى هذه الفترات الأخيرة. طيب زين، اليوم في أكثر البلاد الإسلامية الواحد يدورها دواره وين الوظيفة الرسمية، يقول لك أبغى وظيفة حكومية بالذات. زين، وعلماؤنا يفتون بأنه لا مانع من ذلك ضمن أوضاع معين. طيب، هذه الحالة من رفض الجديد من أفكار وآليات وقضايا واللي نشوفها في أكثر من مكان، أي فكرة جديدة واحد يواجهها بالصد بعدين يتنازل إليه. ليش بعدين؟ طيب، نحن نحتاج إلى أن نقبل على الجديد وأن نتفاعل معه وأن نأخذ خير الجديد مما يتفق مع قيمنا الدينية وينفعنا في هذه الدنيا ولا يتعارض مع هذه القيم. احنا قدامنا فالتجربة رائعة للمعصومين عليهم السلام، امتدت 250 سنة من بداية هجرة رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. من بداية هجرته صلوات الله عليه إلى زمان غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالتجربة رائعة. يستطيع أتباع أهل البيت عليهم السلام بحسب اختلاف مراحلهم وأزمنتهم أن يستفيدوا من تجارب أهل البيت ومن سيرتهم ومن أساليبهم في العمل. قدامنا تجربة لأمير المؤمنين، قدامنا تجربة لرسول الله، قدامنا تجربة للحسن للحسين للأئمة المعصومين عليهم السلام، وكل تجربة هي تجربة غنية وثرية في هذا المجال. وأعظم تلك التجارب تجربة الحسين الذي انطلق لأجل إحياء الدين وتشييد معالمه صلوات الله وسلامه عليه، فكان البلسم الشافي لهذا الدين بعد أن صار هذا الدين يشتكي من يزيد سقما كما يقول الشاعر، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفسي مداويه إذا هلكا. خرج الحسين عليه السلام من مدينة جده المصطفى لأجل إعزاز الدين، أصل تركه لوطنه هو جهاد، فضلا عما تبع ذلك من الجهاد والجهود، أصل ترك وطنه بلد جده مدينة جده محل رباه، وإذا به يخرج من أجل أن يحيي هذا الدين. مات معاوية في أول رجب سنة 60،
وبعث كتابا إلى الوليد ابن عتبة واليه على المدينة. الوليد ابن عتبة كان لينا بشكل عام مع أهل البيت، وألين منه كانت زوجته، زوجة هذا الرجل، لما سمعت بعدين أنه صار كلام بين الحسين وبين الوليد بدأت تعاتبه: شلون تعلي صوتك على الحسين بن علي؟ كيف ترفع صوتك على الحسين؟ قال لها: لأنه هو أيضا رفع صوته. قالت: وإن فإن جده رسول الله، جده رسول الله وأمه فاطمة الزهراء، حتى إذا رفع صوته عليك ليش ترفع صوتك عليه؟ هو أيضا نفسه كان يريد السلامة، يقول: يأتي خاسر الميزان من يأتي وفي يده دم الحسين سلام الله عليه. استدعى هذا الرجل الوليد ابن عتبة، استدعى الحسين لأن عنده رسالة من يزيد. أما بعد، فانظر إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وخذهم بالبيعة أخذا شديدا، فمن أبى منهم فاقطع عنقه وابعث إلي برأسه. استدعى الحسين، قال له: ترى معاوية مات ويزيد صار خليفة المسلمين وهو يدعوك إلى البيعة. الحسين أراد أن ينهي المحاورة، فقال له: لا أظن يا أمير أنك تقبل ببيعتي سرا، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. أراد أن يقوم، مروان بن الحكم طريد رسول الله طلع من ذاك الصوب، قال: يا أمير أوثقه كتافا، كتفه ثم ادعه إلى البيعة، فإن أبى ضربت عنقه أو أمرتني بذلك لأضرب عنقه. فغضب الحسين عليه السلام. أبي الضيم التفت إليه، قال له: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولا أمت، مو في مستوى أن أنت تواجهني. ارتفع صوت الحسين عليه السلام، فدخل في هذه الأثناء بنو هاشم إلى الديوان، يقدمهم أبو الفضل العباس، كأن بلسان الحال يقول له: أبا الفضل، خلي سيفك هذا إلى يومه وخلي جهدك إلى يومه، لكن هاي النخوة وهاي الشهامة. خرج الحسين عليه السلام وذهب من فوره إلى قبر جده المصطفى، ملجأ الكائنات، محمد سلام الله عليه وصلوات الله وسلامه عليه. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. راح إليه لكي يلقي إليه بهمه وغمه، فبدأ يناجي قبر جده: يا جد، يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم فإنهم خذلوني ولم يرعوا حرمتي وقرابتي. وبقي الحسين عليه السلام عند قبر جده راكعا وساجدا حتى غلب عليه التعب، نام بأبي وأمي عند قبر جده المصطفى. رأى في المنام رسول الله، فقال له: يا أبا عبد الله، بني، إن أباك وأخاك وأمك في عجل ينتظرونك وهم مشتاقون إليك. قال: إذن يا أبه، يا جد، ضمني عندك، لا حاجة لي إلى الرجوع في هذه الدنيا، ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينان وحسينان
جد صفو العيش مين بعدك بالأكدار يشيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونح ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا أيها الشاعر. إذا من قبر الرسول ثار البكاء والنحيب، من قبر الزهراء إيش صار بيها في ذلك الحال؟ ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حزن، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين مين عزم وحزم سابغين. ماذا سيحصل يا رسول الله أخبرنا؟ قال ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا، وكأني بلأيام الأصل شمري قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينان وحسينان، وكأني بالأيام من نسائي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.